ما رأيك طيب بالناس بالأطباء وبعضهم للأسف بيعمل هذا الشيء، بيجرب تجريب شغلة ما موجودة بالكتب، هي خبرته الشخصية، هي هيك تعلمنا هي. فلما عم يجرب تجريب عم يعطي شغلة ما هي علاج معياري، ممكن تزبط وممكن ما تزبط، لو ما زبطت ممكن يطلع عنها آثار جانبية سلبية كثير، أحيانا ممكن تتسبب وفاة المرضى. هون أخلاقيا ما بيكون هو عم يعني عم يخالف المبدأ الثالث أو الرابع اللي هو نان من الريفنس، أو يعني فيرز دو نو هارم، لا تؤذي المريض. صراحة بيكون خالف تقريبا 4 مبادئ إذا هو الطبيب عامل هذا الشيء يعني. وأنا برأيي هيك حالات يعني كمان جدا استفز منها يعني ما بسمع عنها إنه بتصير، لأنه برأيي أنت هون ابتعدت عن الطب وصرت مو أكثر بدجل، ويعني مع احترامي لكل الخبرات يعني، في أطباء خبيرين عندهم 40 و50 سنة، ولكن بالنسبة لي منبع القصة إنه أنت إذا ما عندك أبحاث وما عندك مدلولات وإحصائيات فأنت لازم تلجأ للطرق الاعتيادية. في حال فعلا المريض مثلا وصل لمرحلة انه ما عم يستفيد منه، ممكن تستشير مع اطباء اخرين، وممكن انت تستشير هل طريقتك انت ممكن يتم قبولها بالمجتمع الطبي يعني. هلا في عندنا هون حتى في عندك ادوية تجريبية او طرق تجريبية ممكن تتم، ولكن بتتم ضمن اطر بحثية ضمن اطر محددة، لازم تحكي تتشاور مع اطباء اخرين، مع اخصائيين اخرين، مع اخلاقيين، مع قانونيين، انه هل يا ترى انت هالطريقه اللي انت عم تعتبرها استكشافيه ممكن تساعد ولا لا، وهل هذا الشيء مقبول ولا لا. اما انه انت فقط تعتمد على خبرتك لحالك وتحط الجايد لاينز وتحط التجارب وتحط الاختبارات كلها يعني تضربها بعرض الحائط مثل ما بيقولوا، فهذا الشيء مرفوض. والشيء الاخر انه حتى بناء على خبرتك يعني، عاده الطبيب اللي بيعمل هذا الشيء بيكون طبيب خبير، ولكن هو هذا الطبيب عاده بيكون ما نوع عم يعمل ابديت لمعلوماته، وبالتالي ممكن يكون هو عم يوقع بنفس الخطأ من سنين وما حدا لاحظه، أو هو يعني ما حسن من حاله. فيعني فأنت عم تشوف إنه النتيجة هيك يعني، ولكن بناء على خطأك أنت يعني عم تستمر يعني، مو مجرد إنه استمرارية النتائج ودينومتها معك معناته أنت عم تعمله صح يعني. هي أحد التبعات يعني ممكن تصير. أنا مشان هيك دائما بقول لازم تعتمد على الجايد لاينز، والتجربة مهمة والخبرة مهمة، أنا ما عم فيها، بالعكس هي ضرورية جدا. أنا نفسي لما بسأل على طبيب بروح على طبيب خبير، بس يعني الطبيب اللي ما بيشتغل بالجايد لاينز أنا برأيي هذا عنده كتير استفسارات أخلاقية، وأنا متأكد قانونية. طيب معناتها احنا بنرجع للمبدا الاول، انا لما بدي اعطي علاج تجريبي لمريض سواء اعشاب سواء بدي اقرا له عن المي مثلا، انا راح اقول له انه هذا علاج تجريبي، ما هو علاج معياري، صح ما هو الشيء اللي مكتوب بالكتب، انا عم جرب عليك. يعني المريض لازم صح يكون عرفان، وهذا واجبنا تجاه المريض، انه انا راح بدي اجرب عليك. فشل الطب التقليدي في كثير حالات، بيفشل فيها الطب التقليدي حقيقة، يعني مشان نكون صريحين، الطب ما صح عنده علاج لكل الحالات، ما في علاج صح مثبت لكل الحالات. فأنا ممكن، اضطر أحيانا استخدم علاجات تجريبية، سواء بتستند لفيزيولوجيا، بتستند لعادات، تقاليد، طب صيني اللي بدك إياه، طب هندي، بس أنا بدي أقول للمريض صراحة أنا عم جرب فيك. صح حق المريض يعرف هذا الشيء، صحيح طبعا طبعا صحيح. طبعا، وهو حقه وقتها يقول لك ايه او لا. تمام. ومع هيك ورغم حتى يعني، بس انا بس بدي اكد عليها طلال، تبليغك للمريض غير كافي، صحيح صحيح استشير اطباء اخرين، صحيح تاكد انه انت اللي عم تشتغله صح، تاكد انه ما في طرق ثانيه، وتاكد اللي عم تعمله فعلا ضمن اطر مقبوله.